الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنيس ريف والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF تعلم كل المواطنين ومستخدمي القطار أنه سيتم التوصيل بالكهرباء ذو التوتر العالي 25 ألف فولت لخط السكك الحديدية المكهرب الرابط بين محطة باب الزوار والمحطة الجديدة لمطار هواري بومدين. كما تذكر أنه يمنع منعاً باتاً التقرب أو اللعب أمام التجهيزات الكهربائية، رمي أو استعمال الأجسام الحديدية على التجهيزات الكهربائية، رمي الماء، التبول أو نشر الغسيل فوق الأسلاك الكهربائية. احذروا، عدم احترام هذه التوجيهات يعرض حياتكم لخطر الموت. في حالة الخطر اتصلوا ب 021 73 00 00.